على فكرة الحكومة ذكية جدا، سابكوا تتكلموا براحتكم، تعملوا أحاديث بره وجوه، تطلعوا كتب، سابت لكم الجوامع، كل ده عشان تثبت إنها حكومة ديمقراطية. واحنا مبسوطين قوي بالديمقراطية دي. طبعا لازم تنبسطوا، الحكومة عايزة تعمل صيت ومحدش مصدقها، وانتوا كلهم بتكسبوا أرض جديدة، وجودكم بقى ظاهر ومحسوس. تقدر تقول أمر واقع. فتحي، مستقبلك معانا؟ كل شيء بأوان، ما تستعجلش، محدش عارف الأيام اللي جاية مخبية إيه. علي، إذا كان يهمك مستقبلي صحيح، أنا عايز مساعدتك. أنت عارف يا فتحي أنا ما أقدرش أتأخر عنك في حاجة، بس تكون في استطاعتي. رشد الخيال مرشح نفسه في الدائرة بتاعتنا قدام عبد الحميد السيوفي، وإحنا عايزين مساعدتكم، عايزين أصوات الإخوة بتوعكم. لمين فيهم؟ لرشد الخيال طبعًا. رشد الخيال؟ ده راجل فاسد. وأنتوا عايزين إيه الراجل الفاسد؟ ده أنتوا موجودين بالفساد، ده الفساد هو حجتكم الأساسية. طب إيه المقابل؟ لو عايزين فلوس ندفع. لا 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 لا، فلوس كتير قوي قوي قوي، فوق ما تتصور. كده. طيب طلباتك. احنا هنعتبرها مجاملة، بس بشرط تترد لنا اذا احتاجنا انها تترد. ده انتوا عندكم فلوس كتير فعلا. انه رشد الخيال، الرجل السائر دائما وابدا. انه يرفض البذخ، يرفض ان تهدر الاموال فيما لا ينفع. ان رشد الخيال ليس في حاجة الى يفط من القماش، ولكن انتم في حاجة الى القماش من اجل اولادكم وبناتكم، من اجل مستقبل زاهر مشرق. هيا اذهبوا وخذوا القماش. دي ان ده الشعب الجديد يا باشا، لازم نساري الموضه. ربنا يخليك كده قلت لها معاك الدنيا وداخله. بوسو. ايه؟ ده جربان. بوسو بوسو من بقه، بوسو الباشا من بقه. عاش رشد الخيال نصير الفقراء والجربانين. عاش رشد الخيال نصير الفقراء والجربانين. عاش الجربانين، عاش الجربانين، عاش الجربانين، عاش الجربانين، عاش الجربانين، عاش الجربانين.